سئل رجل: هل تحب خلفة البنات؟ فقال: إن رزقني الله بفتاة فسأكون في مشكلة حقيقية، فعندما أعود من العمل ستقول: أتى أبي أتى أبي، وستقفز حينها إلى حضني مباشرة دون استئذان. وعندما لا أستيقظ في الصباح الباكر سأجدها عند رأسي وهي تبكي تريد الفضفضة لوالدها على ما أظن، فلن تستطيع الصمود كالرجال لتنتظرني حتى أعود من العمل وتحدثني بما في قلبها. حسنا، حتى عند أكل الطعام ستضع كل صنف أمام سفرتي وتقول لي: كل، فهذا طبخي. نعم، ستجرب الطبخ على أبيها. ولأن الأنثى تحب الأناقة، فكلما اشترت ابنتي لباسا جديدا ستأتي مسرعة إلى غرفتي وتقف أمام الشاشة لتحجب عني الرؤية، ثم تقول: أبي، ما رأيك؟ حينها سأترك ما كنت أشاهد فقط ليفصح لها عن رأيي بخصوص لباسها الجديد. أبعد كل هذا يأتي رجل ليطلب يدها ويأخذها مني بقية العمر؟ فبالله عليكم قولوا لي، كيف سأتمكن بالسماح لها بالزواج وقد تعلق قلبي بتفاصيلها النقية البريئة الصغيرة؟ فكيف سأتغلب على غصة قلبي لأسلم عليها قبل أن يذهب بها من بيتي؟ إنه لشعور صعب جدا أن يحكى، فأنا مغرم بها قبل وجودها. تبعوني أي حد يتبعني؟ يشوفني أنا بقول إيه؟ أنا نمبر وان، أنا بنظر برم. دمتم في أمان الله، صلوا على رسول الله، ما تنسوش اللايك والشير، ونشوفكم على خير. سلام عليكم.